مطعم ولا ايش تقول يا ابو صيف؟ اي والله شوف كنا بقى في صف لنا احنا والله هذا هذا انا وهذا الطابور ايش يسمونه الطابور اي والله ما ادري ايش يسمونه الاصطفاف ما ادري ايش بالضبط هنا ان شاء الله هي اجواء طيبه يعني بس يمدحون المطعم ترى على فكره يعني حتى الخبار اللي قبل شوي كان يقول ذا المطعم طيب ما ادري والله ايش اسمه لكن على هيئه مدرسه